السلام عليكم. اليوم دائما في سلسلة الفيديوهات نتاع المقارنة بين الهياكل والبنى التحتية في الجزائر وفي المغرب الأقصى، اليوم جي نتطرق إلى قضية التليفيريك اللي تستعمل في البلدان أو في المدن في كل دول العالم، في المدن اللي عندها تضاريس كبيرة، اختلاف دي نيفلي كما نقولو حنا تاع بين 100 إلى 300 متر. إذن هذه المدن تستعمل تيليفيريك كوسيلة لاختصار المسافات. نشوف المقارنة هذه ونروح إذن إلى تيليفيريك، تيليفيريك ماروك. نشوف واش كاين. اذا هنا هنا ستنجز، هنا كلها مشاريع، وهذه خاصة صور مش في المروك. هنا طنجي سو دوتورا، يعني راهي في الأوهام. كل هذه مشاريع وهمية، كلها هذه مشاريع وهمية لا توجد. هنا طنجي سو دوتورا دو برومي تيليفيريك، إذن هذا مجرد أمنية، حيث أنه لا يوجد أي تليفيريك في الموروكو. هذه تليفيريك في الجزائر، هذه في عنابة، وهذا تليفيريك في قسنطينة. إذن هذا تليفيريك ليس في المروك، يعني صفر تليفيريك. نعود نروح إلى تليفيريك ألجيري. إذن هنا نروح نشوف الصور. إذن هنا هذو كلهم تليفيريك موجودين في الجزائر. نبدأ هنا، هذا تليفيريك نتاع العناصر، واحد تليفيريك نتاع هذا تليفيريك تاع تيزي وزو زو التذكير. آخر تليفيريك أنجيزة هو التليفيريك نتاع تيزي وزو، وتليفيريك تاع تيزي هو الأطول في كل تليفيريك الموجودين في الجزائر ب 8.3 كيلومتر. إذن تليفيريك تيزي وزو الثاني هذا تاع رويسو، قلنا هذا نفسه هو تاع رويسو. هذا تليفيريك نتاع تريولي أو نتاع هذا تليفيريك نتاع باب الواد. إذن واحد زوج ثلاثة أربعة، هذا تليفيريك نتاع باب الواد صغارة، وهذا باب الواد اتجاه بولوغين. إذن زوج ثلاثة أربعة، هذا تليفيريك تاع سكيكدا خمسة، هذا تليفيريك تاع النابة ستة، هذا تاع نتاع رويسو نتاع قصر الثقافة، وهنا نشاهد تاع رياض الفتح. هذا التليفيريك تاع رياض الفتح المقابل لجاردن دي سي تاع الحامة. إذن هذا رانا في ستة،
وهذا تيليفيريك نتاع بوليده اللي يطلع الشريعه 7. هذا تاع بالكور، وهذا بتاع المدنيه، وهذا كذلك نذكر بلي هذا اول تيليفيريك بني في الجزائر ويعود الى سنه 1954. وهذا التيليفيريك هو الان تغير، لكن التيليفيريك كان موجود من قبل، هو اطول يعني التيليفيريك اللي عمر كثير، يعني المدة تاعو تاع الاستعمال طالت لأكثر من 54 إلى الثمانينات، تقريب 60 أو 70 سنة دام تيليفيريك هذا قبل ما تم تغييره. إذن هذا تاع باب الواد ما حسبناه، هذا تاع تريولي حسبناه، هذا تيليفيريك تاع معدومين ما قبل لقصر الثقافة، وهذا التليفوريك تاع تلمسان هو الثامن، ثمانية، هذا تاع جاردن دي سي. هناك تليفيريك قسنطينة هذا 9، هذا تليفيريك وهران، نشوفوا سانتا كروز هنا في وهران وميناء وهران، هذا التليفيريك 10 قسنطينة حسبناه، هذا تليفيريك الله يمتبنش الصورة 10، هذا تليفيريك تاع بولوغين تاع باب الواد، هذا تيليفيريك تاع 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 تليمسان. إذن 11 تيليفيريك موجودة في الجزائر. هنا شاهد تيليفيريك تاع تليمسان، إذن 11 تيليفيريك موجودة في الجزائر، منها البعض راه معطل، لك 2 أو 3 معطلين، والآخرين راهم في التشغيل، لكن في العهد في الوقت الحال تاع الكوفيد لا أعرف إذا كانوا يشتغلوا، أظن أنهم راهم حابسين بسبب الكوفيد. هذا تيليفيريك قسنطينة، إذن هذه هي 11 تيليفيريك موجودة في الجزائر مقابل 0 تيليفيريك في الموروكو. إذن هذه هي على حنا نقول بأن الجزائر هي قارة مش عادة عن المساحة، هي قوة إقليمية، لأن تصوروا باللي التسيير نتاع لي تيليفيريك حتى ولو فيه بعض المشاكل، حنا عندنا نلاقيو بعض المشاكل في التسيير نتاع هاد لي تيليفيريك، لكن يطلبوا ان سافوار فير من ناحيه الصيانه، من ناحيه الاستعمال، من ناحيه التخطيط، لان فيها ان لو ترونسبور بار كابل هذا يعني عنده خصوصية نتاع استعمال بعض انواع التكنولوجيا، نوع من التكنولوجيا في قضية الكهرباء تاع الخطوط، في قضية لا سيكوريتي. إذن هذه حاجة نفتخر بها في الجزائر. اكتفي بهذه النقطة هذه، وسنعود في فيديو آخر حول مواضيع أخرى
اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.